قبل ما أبدأ بهذا الفيديو، قبل يومين تقريبا كان يمنا خطار بالهالمرة، فأني غرفتي جوا وبالغرفة نايم ظهرية تعرفون، أريد أنام طبعا بعدني ما نايم، فأكو مرة بالهال قاعدة، فما ترهم أستحي إنه أطلع، يعني أطلع من الغرفة ما ترهم تعرفون، فعطشت حيل، حاولت أنام طبعا السبلت مشتغل فوقاي والكهرباء موجودة يعني وسبلت مشتغل والغرفة باردة، ردت بس أنام ما قدرت أنام، يعني دمرت دمار، أريد أنام من العطش ما قدرت أنام، والعطش كان مو ذاك العطش القوي، يعني ما كنت لا أنا بساحة معركة ولا كنت أو كنت شارب ماء، يعني بس عطش اتجتني عطشة سبحان الله. فهنا ذكرت سلام الله عليك يا أبا عبد الله، يعني ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، يعني هو بهذا الوقت مثل هاي الأيام شلون قضية وشلون صاحب قضية وشنو الرسالة اللي راد يوصلها لنا عبر الأزمان، فيعني هي ماكو وجه للمقارنة بالموضوع، بس سبحان الله يعني نوم ما قدرت أنام لأن عطشان، وخابرت اتصلت على أهلي قلت لهم يابا أنا بالغرفة وعطشان أريد ماي، نوم ما قدرت أنام. شلون هو بساحة معركة وبقى محافظ على صلاته وبقى محافظ على قضيته لحد آخر لحظة، هو وأهل بيته والأطفال واللي بقوا سبايا يعني وما حصلوا مي أو قطرة مي، لعنة الله على ظالميهم وعظم الله لكم الأجر أخواننا الأعزاء. والحسين طبعا أنا ما أحب أحكي بهاي المواضيع الدينية بالقناة لأن هاي مواضيع تخص الإنسان وعقيدته، بس الحسين لكل يعني لكل الأديان لكل المذاهب لكل الطوائف، فعظم الله لكم الأجر بهذا المصاب، ويعني الإنسان المفروض يأخذ العبرة ويستفاد من هاي القضية الحقيقة اللي قضية مو هينة، يعني اللي ما أكو ناس يعني تأخذ منها فقط الظاهر مالتها، وإنما هي قضية كبيرة وجوهرها أكبر من ظاهرها. خلينا نبدأ بالفيديو حبايبي، حياكم الله حبايب الطيبين، وهذا فيديو جديد حبايبي. طبعا بما أنه ذاك الفيديو ما صورت لكم الفناجز زين، فهذني الفناجز طبعا خلي أسولف لكم، هذاك الزوج شوفوه، هذاك الزوج اللي بالأخير راح وما صورت بالأخير بالطرف، ذولا اشتريتهم جدد، وهذولا الزوج اشتريتهم جدد لأن اشتريتهم من صديق عز، صديق طبعا طيورة كلش قوية ورس قوي، فجبتهم هن وبناتهم، بناتهم أخذهم صديقي وهذولا أنا أخذتهم، طبعا بناتهم هم مايات بس هو كرس حتى أعرف الرس، هاي الطيرة وهذا الفحل، هذني طبعا اشتريتهن جدد ذيك الفتره. المخاليف طلعن حبايبي اغلبهن طلعن، فهسه راح اعزلهن ان شاء الله وياكم نفطمهن المخاليف. القفص اختنق الصراحه لان هذا عش تكاثر، هذا واحد هذا واحد، هذا عش تكاثر هنا، يعني القفص بيه فوق ال 15 عش تكاثر، وطبعا صار بيه 8 زواج والمخاليف، فالوضعيه تعبت هنا، لازم اراوسها طبعا. راح اطلع المخاليف اعزلهن، طبعا المخاليف كبرن. هذا الزوج الجديد شوفوه، طبعا انا ما داب اوعي الكاميرا من ناحيتي، هذا الزوج الجديد، هذا الفحل طبعا، هذا فول خشونه وهاي نفيثه البيضة، هذني جدد بعدهن ما انتجن، هنا ذاك الزوج بعدهن انتظر منهن، وحتى اذا ما انتجن انا مخليه للمحميه الكبيره، هاي نفيه هاي اللي على اليسرى وهذيك نفيه اللي موجوده اللي شوف لكم اياها، هذني راح اطلعهن طبعا واجيب مكانهن نفيتين جدد، اجيب مكانهن نفيتين نفيتين اجيبنا، احاول ميكس، اذا حصلت ميكس او ماكس، هذا اني شوف حبايبي هذا الفحل الماكس عندنا، احجام خشنه هاي اعشاش تنبني الصراحه، بس انا شنو ما اريد اني تكاثرن هنا، هواي هو رزق رزق ربك، انا عايفن على هواهن، بس راح انطيهن راحه ترى حبايبي قبل الموسم ان شاء الله، لان ذن انا بشهر العاشر يلا اطلعهن برا تقريبا، اي بشهر العاشر، فراح اعوفهن ينتجن شوية وأنطيهن راحة، هن ذني ما أنتجن يمي هواي لأن أغلبهن جدد، فأنطيهن راحة شهر ونص كافي، شهر ونص كافي عليهن، وأطلعهن بالقفص البرة، إذا قدرنا طبعا أكو إن شاء الله أمور نسويها على القفص البرة تعديلات قبل ما نطلعهن. هسا اللي راح أسويه راح أنقل المخاليف، أنقلهن بمطير خارجي وأشوف أبيع منهن أخليهن، احتمال أبيع منهن، هذني هاي المجموعة اللي فوق كلها احتمال أبيعها، واكو لا اخليهن الي، هذني اريد اخليهن. المهم هسه شويه شويه راح اجيكم بالكلام، خلي انطب للقفص، طبعا راح ينشرع قلبي من انطب للقفص اندمر، لان هذا القفص مو عريض حبايبي، القفص يعني النزال ما تضيق،
والارتفاع مالته مو على طولي، فهذا ان شاء الله بالموسم الجاي لو الغيه منا نهائيا لو اعليه للسقف، لان انا ما مستفاد لان الخانات قديمه ترى كان عايف هنا اصلا والشباك راح احترق اصلا يعني، فاحتمال اوصله للسقف افضل. هو قفص مثالي الصراحه لان درجه الحراره تخبل ما شاء الله، درجه الحراره بالغرفه حلوه. هاي شوف هاي النثية اللي اريد ابيعها، طاب وهنا بيضه يمكن وقتيج الحمد لله والشكر. ف هسه ان شاء الله راح اطب لهن واشوف شو يصير بيه. هذول الزوج لولاك اي بالضبط الابيض ونثيته، هذول حجم ميكس حجم خشن، فصار عندنا طيره وفحل ميكس واثنين فحوله ميكس، بعد عندنا فحل كلش قوي ابن يعني امهات انجليزيات، واحد من امهات انجليزيات موجود اللي محجل عندي اول شيء جبته، وذني زوج ميكس، وهذني زوج اللي جدد سوبر جامبو انتاجهن دا يطلع خشن. فان شاء الله متجهين بالموسم الجاي الانتاج مخيف بحيل الله. انت هسه خلينا نطب ونطلع المخاليف. هذا طبعا هذا ميكس عدي، هذا حجم ميكس درجه اولى، وعندنا ذاك الفحل نايم على بيض لباستل. هذول حبايب بسم الله ما شاء الله، شوف الحجم، هذا واحد من الانتاجات من الانتاج خير من الله، طبعا ان شاء الله يخشن بعد، بس هو هسه حجمه تقريبا مثل حجم امهاته، واتمنى يكون هذا ابن الميكس، اعتقد ابن الميكس ما اعرف. فمثل ما تشوفون خير من الله، هذا فضل الله ورزقه. طبعا اكو اصغر من عده، اكو امهاته الناعمات فطلعا اصغر يعني منوع. فحبايبي هاي عندنا وجبه البيض المسلوق، طبعا هذا مو نسبه الصفار هواي، وانما خابط وياها حلبه، الحلبه كلش مفيده فتره التجهيز، وخابط وياها بلت بلت حتى شويه يسمينها الكوكتيلات، خصوصا اللي كانت تعبانات من الزق. هسه يعني انطيت لذن الامايات وهسه راح انطي لذن الاليفات. شوفوا هاي تنتظرني تنتظر تريد الوجبه مالتها، هاي الانثى طبعا كلش اليفه. شوفوا حبايبي طبعا هاي بدون تجويع الموضوع، شوفوا هسه انا مباشره مصفها الطيور يعني اليفات، بس انا اقول لكم متروكات القفص طيور، لان متروكات القفص صار لمده طويله يعني جبتها انا هاي صارها بالشهرين عندي تقريبا، بس شنو الموضوع مالتها ان هي بعدها مو كلش كبيره ما صايره سنه، هاي الكوكتيلات الاليفات. فذني ان شاء الله مو هذا مكانهن، ان شاء الله مكانهن بالموسم يتغير، بس انا مخليه هنا حتى يتوالفون ويا بعض يعني تصير عندهم سوالف. شوفوا حبايبي صايره كلش اليفه، وهذا الفحل مالتنا القديم. طبعا البيض انا اعطيهم اياه وانطيهم ذيك الوجبه يعني تنويع مثل ما قلت لكم بالفيديو مال الفيتامينات والاغذيه. فهاي بالنسبه للكوكتيلات الالبينو، طبعا ذيك الزوج من فوق الامايات هم موجوده، يعني هاي باعوفها مفتوحه يطلعن، خليهم خلي ياخذ راحتهم بالعافيه. هاي وجبه اليوم ذني الكوكتيلات. هسه خلينا نحول الموضوع الثاني. هذني حبايبي هذني مجموعة رمباوات بس مستويات يعني بيهن فول بودي بيهن، شوف المستويات هذني ملاط صديقي جابهن يمي ومخليهن يمي، لأن أول شيء حارة عده وثاني شيء عنده ظرف معين، قال لحم تخليهن يمك لأن يكون مرابع. شوف طبعا بيهن هذا كلش حلو مستوى الفحل، شوفوا حبايبي بيهن جولدنات وبيهن يلا. طبعا ذني اول جهوزيه طيور ما متعوبه، هو جابهن راد يخليهن اله، بس صار عنده ظرف ما يقدر يعتني بالطيور، فقال لي احمد اذا تقدر خليهن يمك، ف يعني اذا تحبون احد يريدهن هذني موجودات، اللي يحبني يراسل علي اللي يريدهن، طبعا يراسل علي شنو يراسلني. طبعا ذني تسعة كوك يعني اربع زواج وتك، اربع زواج وتك زايد هذني. شوفوا طبعا هنا لان هو ما معلمهن على البشر يعني مو مثل طيوره ما تخاف من عندي، بس ذني شويه معلقات خايفات. المهم هذني بيهن هيك مستويات، بيهن ذني طيور حلوه ومستويات يعني اسعارها هي كل شيء بسعره، سعرها الحلو اللي يريدني يتدلل بخدمته. طبعا توصيل بس بغداد يعني، لان السائق اللي عندي بس البغداد يروح.
هذا النحواي اللي يريد هنا يراسلني يراسل علي. طبعا هالايام تصير صعدتي من وقت يعني الصبح ويا ما الطيور كلها تقعد دا اصعد لهم، وهذا شيء زين طبعا. احسن شيء للمربي هو يطلع الطيور من الصبح لان حتى يشوف ايش محتاجات ومحتاجات، خصوصا بالصيف خاف ما يوقع ما يخلص. حبايب نجي على الرينبو، لكن الفيديو كلها والله تحكي علي. حبايب هذول الرينبو، حبايب ليش اشتريتهم هذول؟ شوفوا شوفوا هاي النشي، طبعا النشي سنجل فاكتر، وهذا الفحل تشوفهم تقول طيور عاديه عشان اصور، لكن الفيديو ليش رجس يعني، مجرد انه حتى هذا الفيديو يكون هو الرسمي، هذاك كان مجرد ربط الاحداث. المهم هسه اللي يشوفهم يقول دول طيور عاديه، بس انتاجهم بنفسجي. هاي المفارقه الحلوه. انا فانا ما ادور امايات يعني شكل امايات شلون يكون، اهم شيء الطبقه تكون صحيحه، والظاهر صاحبهم الاصلي طابقهم طبقه صحيحه. شوف هاي استوى طبقه، لان كان طبعا جولدن فيس اثنينهن. حبايب بالنسبه للرينبو هذا ابنهن، وخر يا معود، هذا ابنهن شوفوا انتاجهن حلو بنفسجي. طبعا هاي هسه المشكله الشمعه فوقها مباشره، وهذا ابنهن مدى يوقف وقفه عدله، فانتاجهن بنفسجي. فنشوف احنا نكثرهن ذن الرينبوات، خي يصير عندنا من عندهن عدد، وبعدين نقرر شو نسوي وياهن. يجوز نوزع بخانات، يجوز نبدل بيهن، يجوز نبيعهن ونجيب غير مستوى. بس انا ذن اللي لقيتهن قدامي، وانا الصراحه الرينبو قلت لكم تعرفون انا ما اجني، بس يعني حبيت انه من باب التغيير حتى يصير عندنا رينبو، جبت هذا الزوج وهذا ابنهن بنفسجي. طبعا هسه هاي الصوره راح اخلي لكم اياها تشوفوه اوضح. الصوره اخذتها من كان بعدها بالعش، هسه هو يعني ان شاء الله مني يبدل الريش يطلع لونه الحقيقي بعد اكثر، اعتقد بادي دا يبدل الريش ان شاء الله، ان شاء الله بادي يبدل الريش. فهذني بالنسبة للرينبو، هذا انتاجهن. طبعا شوف كل صفات الرينبو بي، اوب لاين، جولدن فيس، الصافي الجناح، كل مواصفات الرينبو موجودة بي. انا مخلي هنا حاليا بين ما يبدل ريش ويكمل، وبعدين نشوف شو نسوي. حبايب ذولا طبعا انا هذا الفحل شوف الان عالياتي خافن هذا يرجف، هذا الفحل شاك بي سبلت، اعتقد سبلت يعني حامل الصفر، قلت الله سبلت صافي الجناح، لان مو من انتاجي ما اعرف شنو تفاصيله. هاي النفي بسم الله جواها اربع بيضات، خوش حكايه حكايه خوش حكايه. هاي النفي دايلوت يلو فيس، والفحل الطابقه عليها اوب لاين جولدن فيس، طابقه موفقه ان شاء الله، ان شاء الله يطلع عندهم انتاج حلو. هذا الفحل وهاي النفي. هذن عندنا الميات هنا، خليهن بيض مسلوق. هاي حبايب الطيور طبعا نزلت تاكل وجبتها مال البيض المسلوق، وهذن طبعا الميات البيض هسه اللي قدامهم هذا اللي ياكلون بيه، هذا مخلوط بالباتيه مالتنا، بس كتبوا خلطه جزيره الطيور تطلع لكم موجوده بالقناه. هاي بيها سفرنده حمراء، بيها بازاليا، شوفان، تمن، عدس، بقوليات منوعه، ذره، هواي هواي قنبز، كتان، هذن هواي من شغلات انا خابطهن سويه وطاحنهن، والزعتر بالاضافه الزعتر النابلسي مو هذا الزعتر العادي اللي بيه بي كزبره بيانسون بيه هواي شغلات، وبالاضافه انطيهم حلبه هسه حاليا خابط يعني. طبعا الباتيه واحد الباتيه واحد الباتيه على مود الطيور، خصوصا اللي عندها فراخ، الطيور اللي عندها انتاج، والطيور الضعيفه اللي انتجت. انا لان طيور هذن الاميات مستعز بيهن صراحه، هذن اللي بالقفص هسه اللي قدامكم بيهن طيور يعني قديمه كلش، عدي مو قديمه كلش يعني مال يجوز ثلاث مواسم تقريبا موسمين، وبيهن لا اكو طيور يعني مال العام. فالمهم خليني صفت على ذني، هذني خاف يضعفن من الانتاج. طبعا هاي الطيره هسه تشوفوها، هاي تركيبه رينبو، طيره انتاجها يخبل، انتجت للعام اوبلاينات لان انت تطابقها على فحل اوبلاين. هاي السنه يجوز اغير طابقتها، هاي من الطيور اللي راح تبقى داخل الغرفه ان شاء الله. من نبدي طبعا انا هسه اكل خانات يعني بيهن، واكو خانات ما بيهن، يعني عندنا تقريبا 10 خانات مشتغله حاليا صيفي. المهم فبعدين عندي ذنيك المخاليف همين راح يصير عندنا طابقات، فتصير طيور بالغرفه اغلبها تراكيب تراكيب دايلوتات. احب الدايلوت، الدايلوت كلش حبيته، بس العام لان كان عندي عدد قليل ما بعت منه، ما انطيتكم من عندهم.
هاي السنة إن شاء الله الدايلوتات خير من الله. وطبعا الدايلوتات ما راح أطبقها على دايلوت، راح أطبقها على أوبلاينات. ها وعندي واحدة هسه طابقها على أوبلاين، هسه أشوفكم إياها. خلنا نشوف هي مبيضة بلكت الله مفارخة. فنشوف شنو إنتاجهم قبل الموسم حتى. فإن شاء الله لا الموسم الجاي نعطيكم مخاليف دايلوت بحيل الله. والدايلوت حبايبي اللي ما يعرفه، أنتوا سامعين بالصافي الجناح، صافي الجناح عندك، وعندك رمادي الجناح، وعندك الدايلوت. هذول الثلاثة ممكن بيهم طريق يودي للرينبو. طبعا صافي الجناح هو رقم واحد، الدايلوت هم بي طريق يودي للرينبو. إذا تجيب له أوبلاين سبلت صافي الجناح ممكن ينطيك إنتاج حلو من أول عش، طبعا مو من ثاني عش. فإن شاء الله السنة الجاية أنطيكم مخاليف دايلوتات بحيل الله بالموسم الجاي. يلا عبران، يلا عبران ثلاثة. طبعا عندنا حبايب أغلبهن أحجام خشنة، أغلبهن الناعمات فيهن قليلات، ما هذا احتمال ما أعرضهن. خلنا نشوف، لأن البيض الثلاثة أحجام. هذا حجم، شوف هذا السوبر ما شاء الله، هذا إن شاء الله يطلعني فيه، أتمنى يطلعني فيه. ليش؟ لأن حتى أطبق على المكس متاية خشنة. حبايبي عبر عندني شوفوا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. هذولا هذولا وعدك ذولا بعدهم، طبعا ما متعلمين على هيج قفص، وين كانت حياتهم وين صارت. الصراحة خلي لهم أكل ومي. شوف حبايبي، شوف هذا الحجم ما شاء الله، هذا أعتقد باستيل، أعتقد ابن المكس الباستيل بلكة الله. طبعا هي هسه ما تفتهم من هالشي، بس كأحجام مبينة تقريبا، مبينة بهذا العمر. يعني هسه عندنا ذن الثلاثة ذن راح أحتفظ بيهن. المهم ان شاء الله خير. هذا يا حبايب، شوفوا حبايب هذول الفنادس دخلت عليهم فحل خشن، هذا الفحل ابو. شوفوا شوفوا الحجم، شوفوا حجم بدن البيض صفة، شوف هذا الابيض. خلينا ننزل يمهم ايضا. شوفوا حبايبي، شوفوا الحجم نفس الخشونة ما شاء الله تبارك الله. هذا العريضة وهذا العريضة، العريضة انتاج خشن. طبعا مو الكل، ها مو الكل، يعني قلت لكم اكليس نتيا شوي انتاجها ضعيف، يعني انتاجها انعم من السوبر. بس شوف هذا شلون ضاع الصفي، هذا الابيض، الابيض باستل هذا مو ابيض، بس هنا ما مبين اكثر. شوف راح الصف ذاك الثاني، هذا هم عقول الباستل بالحجم خير من هذا. ان شاء الله في اليوم اقارن لكم اياه، اذا جبت تجاوز او طيب خشنا خليكم الحجم الصفة وتشوفوه. يعني الرس اللي عندي حاليا رس قوي، وصلنا لمرحلة جيدة، جيدة ها مو جيدة جدا، تمام جيدة بعد، جيدة جدا بعد بطريقنا على الموسم هذا. ما ادخل ان شاء الله اذا ما واصل المرحلة اللي اريدها حيل الله، يعني ما ادخل طيور في القفص الكبير ضعيفة. حبايبي اذن اللي قد شوية تسولف عليهم، اذن الدايلوتات، شوفوا هذا بسم الله ما شاء الله. حبايبي ذولا انتاج الكوكتيل الالبينو، اربع افراخ البينو عيون حمر، الحمد لله والشكر، الف الحمد لله ما شاء الله. وهذا الفيديو هنا حبيت اختم حبايبي نهايه الفيديو ان شاء الله. هذول افراخ يعني احد ازواج الهاجر، مو اثنين اوبلاينات وواحد سبانجل. حبايبي هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوني من دعائكم بكل مكان، الدعاء مهم حبايبي. تحياتي لكم يا طيبين، اخوكم احمد من جزيره الطيور.